يخبرون من يجون. عاشت ايدنا. اي تمام مروه، بس من يجون ايش راح ياكلون؟ شموع لو مواعين ايش ياكلون؟ بقى 10 دقائق ويجون ولي هسه ماكو اكل. اي لا تتوترين دلال، راح يجي بعد شوي. باعي اجى الطلب. يا ربي ما يكون محمود. مرحبا اختي، هاي جبت لكم الاكل. اخذ ايه الزم شو؟ انا ما عندي خردة، انتو ما عندكم؟ اي تمام مو مهم هسه، بعدين تجيبه لان هسه راح يجون ضيوف. يلا. الاكل يخبل، هسه راح يتعجبون كلش. اي عافية مروة، قربات تغلطين قدامهم وتقولين الاكل من المطعم، فدوة، انتبهي زين. هاي شنو دلال؟ ليش احكي اني هيجي؟ اي علي شوف، انا احكي هيجي ها؟ الله الله. لا مروة مو قصدي هيك. جو يمكن. يلا بنات انتو شغلوا الشموع بسرعة، يلا بسرعة يلا. وين الجداحة؟ يلا تعال. هلا هلا. ايه هيك. هذا الورد إلك. شكرا عمري. يا جماعة إن شاء الله يعجبكم الأكل. يعجبنا يعجبنا يعجبنا. عمري تفضلي. شكرا. إيه محمود شو تقول على الميز؟ يخبل والله. والله يخبل ترى. من صدق هذا عبالك ميز مال ملو. أنتوا المهم تذوقون الأكل. يلا بنات. يلا يلا. اوف خلي نقعد احنا لعد شباب. بس دقيقه اخوي، انا لازم اقعد بالمقدمه، اقعد هنا واحد. بس هذا بيت حبيبتي، انا اقعد بالصدر. والله يا الله مو جبتنا على اساس احنا لجنه، انا لازم اقعد هنا. لا الرئيس اللجنه. يلا يلا فوت ابني. ايه خلي اشوف طبخ ام محمود اطيب لو طبخي. عمري دا تبالغين كلش، ما دام تتنافسين ويا امي بعدين راح تزعلين ترى. ها لا تحكي هواية، ذوق هسه أشوف. إيه شلون؟ كلش طيب، بس لا تسمع أمي، هذا أطيب من طبخها. إيه مو قلت لك؟ عمري أنا سويت الشوربة. ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، قلبي صدق أنتي سويتيها؟ كلش طيبة. سويتها انا بنت السلطانه صفيه عيني سباعيه. عمري بابا انا هم سويت تمن، ذوقه راح يعجبك لو لا. مسويه تمن، خلي اذوق. اخوان التمن يخبل يموت. اخوان احنا كلش محظوظين والله، حبيباتنا سباعيات. اي لا ايش عبالكم عيني. اكلوا اكلوا.